في حاله متعرفش بقى ارهاق ولا ايه، فرحه ما تمت بالنسبه لناس كتير قوي النهارده الاهلي رجع وتاني مره او تالت مره السيزون ده بيبقى متاخر وبيعود ويعمل ريمونتادا رجع من بعيد بيجيب بيتعادل ويكسب في وقت قصير جدا يعني. ايوه كل اللي قلناه قبل الاستوديو ايمن ان مفيش مباراه هتبقى سهله. أيوة. وكل الناس هتبقى طمعانه فيك وكل الناس هتبقى قدام البطل دايما عايزه تقتنص منه، اذا كان شهره بقى، اذا كان نقاط، اذا كان اي وضع. بس عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، احنا برضو في بعض اوقات المباراه صعبناها على نفسنا. هو انت مش بتصعب على نفسك، هو في حاله لعيبه في الملعب انا شايفها النهارده مش حالتهم. هو يحسب لنا طبعا الرجوع، ولكن احنا ازمنا الموقف على نفسنا شويه في اثناء المباراه. انا بشرحه لك، لازم نقول الصراحه. ايوه احنا عندنا لعيبه مش في حالتها النهارده، بنون مش في حالته خالص النهارده، اما لعيب من وراه يلف وياخد الكوره ويروح يجيب جول، في ارهاق بقى، في عضلات ممكن تشد وانت بتلعب، في حاجه مكتفاني، خد بالك مش قادر العب اللعب الطبيعي بتاعي، عدم الثقه لمحمد هاني، مش قادر يخش، الناس برضو قاعده بتتكلم وبتقارن باداء معين. كهربا اجايه مش قادرين يدخلوا تاني ويرجعوا بنفس الشكل اللي كانوا موجودين عليه بالسمعه الطيبه اللي هم من ادائهم وفنياتهم. غيابات الناس كتير قوي اللي مش موجوده النهارده، بعد انت ما استقريت وبقت فرقتك واقفه على رجليها، بقت الدكه بتاعتك تماما قويه جدا في اي وقت تقدر تعمل التغييرات اللي انت نفسك فيها، دلوقتي انت ما بقتش عارف تلعب ب 4 2 3 1، دي امكانيات اللعيبه اللي موجوده يعني. كان لازم انت من بدري قوي، انا ياما انا وانت واتكلمنا والكباتن كلهم، ان لازم يكون عندك شكل انياب هجوميه تلعب باتنين فراوده. صح. يعني لازم احنا دلوقتي ما احنا بنضطر ليه نلعب باتنين فراوده في الاخر، لان احنا خلاص حصل لنا نقص عددي في التحركات، نقص عددي في الشغل نفسه من الاطراف، ما فيش، حتى لو اشتغلنا كويس ما احنا جبنا الجون الثالث ازاي؟ باتنين ثلاثه واقفين في ال 18 منهم واحد راس حربه وواحد ثالث راس حربه وواحد ثالث راس حربه، كويس؟ اللي هو شريف ومروان وبواليا. اذا انت عندك علي معلول بيعرف يعمل عرضيات كويس قوي، عندك اي حد من الناحيه اليمين حسين الشحات او محمد هاني لما بيوصل، شفنا مليون حاجه. طب ما لازم يبقى عندنا الفكر ده من الاول، فكر الوجود داخل منطقه الجزاء باكتر من لاعب. مش هينفع، انا طول عمري بقولها، مش هينفع فرود واحد ينط ويلعب الكره بدماغه ويبقى مفيش سبورت ليه، والسبورت اللي انت عايزه اللي تحتيه قفشه او سليه، مش هينفع. او يخش حسين الشحات من ناحيه اليمين، حسين الشحات الماتش اللي فات ما كانش موجود. ايوه لازم عندنا مش جرأه، لا لازم عندنا يبقى تحرر فكري دلوقتي للوضع اللي انا فيه. الظروف اللي احنا فيها بنمر بيها من غيابات لاصابات لاحيانا، لازم انا كمان، ما انا بقى عندي الكره بمسكها كويس وبعدي نص الملعب كويس وبروح الناحيه الثانيه كويس قوي، ما عنديش اي تقصير في اي حاجه. الفينش بقى، أيوة. احنا بقى عندنا مشكله ازاي انا بفنش الكره وبحط جون واثنين وثلاثه واخلص، لان الوضع اللي احنا شفناه اول تايم ده يحزنك، انك انت جبت جون واحد بس ومن طريق ضربه جزاء، ما وما كانش فيه كذا فرصه بصراحه تقول ان انا النهارده الفرص بتضيع مني. لا، يمكن الشوط الثاني شكلك احسن ودخل فيه الجونين، لان ايه؟ مفيش تمركز برضه. راجل علي بنون واقف ناحيه اليمين هناك سايب مكانه، لعيب لما بيتراوغ او بيترقص او بيروح ناحيه تانية بيتكل على اللعيب اللي بعده، واللعيب اللي بعده ظهره مكشوف، مش عارف الراجل اللي جاي بيه معاه الكوره ده هيعمل فيها ايه، الهدف اللي دخل فينا الاولاني. ففي كذا حاجه طبعا، في اخطاء كتيره جدا بتحصل، بس دي مش اخطاء بقى فنيه من الجهاز الفني اللي واقف. الجهاز الفني انا اتكلمت عنه في عمليه الجرأه، ان هو لازم يبقى عنده شكل هجومي بحت يخلص المباراه. أيوة. يخلي بقى وده اللي عمله في الاخر، يخلي راحه الديفنس بتاعك بقى يقف براحته، نص ملعبك ما يبقاش عليه الضغط ده كله، انما الدنيا هتمشي ان اللعيبه هتتكل على الله في كل كوره بتلوح عشان الفيرود مش موجود، او انا هبتكر وانتوا كلكم قاعدين بتشتكوا، او هيلعب الكره الطويله، هيلعب الكره الطويله، مين اللي بيقرب للراجل عشان يعمل 1 2 ويعمل مين اللي بيتحرك؟ ما خلاص انت اتحطيت في موقف ما عندكش غير الطويله اللي هي كسبتك الماتش في الاخر، ما بقاش عندك غير الكروس ده. طب عندك الكروس ده، يبقى عندك لازم اكتر من لعيب جوه ال 18، وتحت لعيب كل نص ملعبك عامل سبورت ومقفل للناحيه اللي هي ما فيش، تبقى عندك الكونتر اتاك والديفنس بتاعك يبقى مصحصح. ده تاني ماتش على التوالي اللعيبه بتعمل الكونتر اتاك عليا، ببص عليهم عندي هناك.
فجود لك النهارده. انا بقول لكم حظ وافر بصراحه ان انت ان احنا كسبنا، وكل الماتشات هتبقى كده. ايوه كل الماتشات هتبقى كده في ظل غياباتك، في ظل الارهاق اللي عند اللعيبه. انت ما تضمنش كل 72 ساعه احنا هيبقى حالتنا عامله ازاي. ما هو لازم تدخل عنصر جديد، والعنصر الجديد ده لازم كمان يبقى واقف على حيله، لازم معسكر لنفسه ومخيل نفسه ومهيئ لنفسه ان انا النهارده عايز العب وابقى شكلي حلو. انا بلعب في النادي الاهلي مش بلعب في اي حته. صحيح.